نيجوا بقى للمرض اللي هو ظهر من 3 سنين، وده اخطر مرض يقابلك في الموالح، وده ما كانش موجود الا في الفلفل والبتنجان، بيسموه الحلم الطرسنومي، اللي هو اعزائنا المشاهدين مشهور بمرض الحلمي. احنا اتكلمنا عنه قبل كده في زراعه الفلفل الالوان داخل الصوابات. أيوة. وكنا يعني كنا اتكلمنا عن مظاهره ان هو برضه بيحصل فيه التفاف برضه في الاوراق. ادي مظاهر الاصابه. أيوة. بالظبط ده مرض الحلمي اهو. بلاقي الورقه اساسا النصل بتاعها يبدا يتعرج معايا، وما عادش فيه نصل خالص ولا معالم للنصل الورقه، ولا انا عارف ان هي ورقه ليمون. لو انا قطعت دي واديتها لاي حد وقلت له ورقه ايه، مش هيعرف ورقه ايه. طيب. يبقى بقى شبه الفلفل. ايوه. شبه الكافور، شبه الكل اهو اعزائنا المشاهدين. ويبدا يوقف زي ما احنا شايفين النامية. كده الورقه اتعرجت زي ما احنا شايفين، وحاصل نوع من انواع الالتفاف. الورقه ابتدت تلف على بعضها اهو، وزي ما احنا شايفين في تعرج. القمم الناميه طبعا بتتوقف عن النمو في اللحظه دي. طيب مرض الحلم ده برضو من الامراض اللي احنا شفناها في أيوة. في الفلفل. وطبعا حضرتك جايب كمان مثال ثاني بنفس المشكله. يعني ما تفرقش بين الفلفل وبين فعلا احنا في الفلفل الالوان شفنا نفس الشكل ده. أيوة. الورقه بتنشف شويه وبتبتدي تلف على بعضها وتتعرج، تحس ان هي جلديه. بالظبط كده. جلديه يعني دي. تبدا بيسموها بقى مرض التقزم. يعني كان في دكتور اللي علمنا الحاجات ديت، الدكتور بدوي عبد الرحيم، ده كان بيقول لك مرض التقزم الشجره ممكن يبقى طولها جايبه ضربيات متر وترجع لك تاني، وده رجعت تاني فعلا. صحيح. القمه الناميه اتاكلت، ما عادش فيه قمه ناميه خالص. صحيح. وبدات ترجع، والورقه اتقزمت تاني بعد ما كانت عريضه. صحيح. وده اخطر مرض ممكن يقابلنا. طيب وطبعا الوقايه بقى خير من العلاج. الوقايه ممكن انا ارش من المواد بتاعت حشره الانفاق، وخصوصا لابامكتين مع المنبضه اللي هي بتاعت فارما. ده على اساس ان انا اقلل النسبه بتاعته. كويس. انما بس ما بيجيش، بس بقلل النسبه بتاعته. بس لو اشتغلتها وقائي ان شاء الله برضو ممكن ما تبقاش موجوده. كويس. زي ما احنا شايفين كده. كويس. لان هو مستغل على طول على الفيرتيميك والمنبضه وهكذا. يا اما عايز علاجي بقى. طب لنفرض ان هي وصلت عندي وبدات تعمل لي تقزم في المزرعه، من المفروض ان انا ابدا ارش الكوميت. الكوميت ده كان موجود من زمان قوي، في ماده اسمها الدكتاتور برضو. ده برضو انا عايز اي ماده اللي هي الماده بتاعت الكوميت، وابدا ارشها بتركيزات. من المفروض ان انا 1 سم لكل لتر ميه. دي بتبدا فعلا تنهيلي على المرض ده تماما. يعني طب انا محتاج قد ايه؟ 600 لتر الفدان مثلا تقريبا. 600 سنتي ل 600 لتر ميه. 600 سنتي ل 600 لتر للفدان. مستقل رش ده. مستقل. ما معاش اي حاجه خلاص. رش. بتبدا تنتهي المشكله دي كده. خلاص. طيب احنا خلصنا كده كذا كذا حاجه. طب هو في حاجات برضو تانية خطيره شويه. من المفروض ان هي تبدا تيجي وما بتفرقش بقى بين الاثنين، اللي هي النماتوده تحت. النماتوده. وتعمل لي تدهور تام في المزرعه. الاقي فيه نواشف بقى، والاقي فيه لازم عليكها لازم. طب لنفرض ان انا ما عنديش اللي هي النماتوده، اللي هي الديدان بتاعت النماتوده موجوده. اعمل وقايه. اعمل وقايه باي مركب نماتودي. وتبدا بقى هي بتبدا تتحوصل، وتبدا تطلع من شهر 3 15 3 تبدا تطلع. ابدا انا اعالج بقى يا اما في نهايه شهر 3، وده بتبقى اول رايه بالنسبه لنا بالنسبه للارض الغمر اللي هنا، يا اما ابدا اعالج في شهر 4 على اساس المزرعه، لان دي بتبدا تنزل في النقطه اللي هي 18 6 اللي بيسموها النقطه، تبدا تنزل لي حب اخضر. وده بيحصل دي مشاكل النماتوده. مشاكل النماتوده. مشاكل النماتوده اللي يمكن احنا عندنا من فارما بايوكسي ايه منتج في منتهى الروعه. أيوة. لعلاج النماتوده. بايوكسي ايه بيعالج النماتوده بشكل جيد جدا. ده رقم 1. رقم 2 ان هو مركب عضوي، يعني البي اتش اي بتاعه زيرو، نقدر نشتغل منه ونجمع نشتغل منه اوقات الحصاد، ما فيش منه اي مشاكل. الناس اللي بتصدر تستخدم بايوكسي ايه وهي مطمنه جدا، لان هو ملوش اي متبقيات، وبالتالي الناس اللي بتصدر ما تقلقش. يعني بايوكسي ايه حل للنيماتوده، لكن احنا ادينا كويس ان احنا عرفنا ان النيماتوده ليها اثر سلبي على اشجار الليمون الشعيري، صح كده؟ بالظبط. طيب بالزبط. اخر حاجه عايزين نعرف من حضرتك روشته سريعه كده لاهم الاخطاء الشائعه اللي يجب ان المزارع ياخد باله منها. من المفروض ان انا مثلا لما بتبقى في ارتفاع درجات الحراره، ارتفاع في درجات الحراره بيبقى مش موجود تزهير، حتى لو في تزهير اساسا التزهير ده بيسقط وبينزل. صحيح.
يا اما غير مكتمل جنسيا، لان حبوب اللقاح اساسا ما بتبقى موجوده والميسم مش موجود. صحيح. ضمور. صحيح. فمن المفروض ان انا اشتغل على الكواخه ماكس على طول، على اساس ان انا احط نص كيلو على 600 لتر ميه يبدا يديني دفع للتزهير، والتزهير القوي اساسا. من المفروض ان انا اخد بقى بعد كده ماده سيتوكاينين مع اوكسينات، على اساس ان انا اعمل انضاج للميسم بتاعي. يبدا يبدا تمسك وتشتغل. ادي حاجه. الحاجه الثانيه بقى الحشرات القشريه، ودي ممكن تلاقي الارض اسمرت معاك وبقى اهبابي، وعندنا الهوكي. من المفروض ان الهوكي ده ابدا احط مثلا 900 سنتي في الحاله الاصابه، 600 سنتي في الحاله العاديه، يبدا يديني نتائجي وتبدا المشروع. مش ميه صابون زي ما كنا بنعمل زمان كده، صح؟ ميه صابون مش هتنفع مع الليمون. مش هتنفع مع الليمون. بتنفع مع بتنفع في المانجا كمان، في القطن وفي المانجا. عشان التريبس. ايوه. لان ده ما بيجيش تريبس عنده. ايوه. ايوه. فبس امراضه اخطر بكتير جدا من المانجا. اكيد اكيد. يعني العفن الهبابي هنا مش هيكون سببه التريبس. لا، ده بيبقى سببه الحشرات القشريه والباقي الدقيقي. والباقي الدقيقي. وانا مش عايزهم موجودين من اساسه. فالهوكي. بشتغل على الهوكي او النيوتكس او اخلط الاثنين مع بعض بنسب معينه كده. او مره ومره، عشان حتى او مره ومره تاخد مناعة. دي بقى الوحيده اللي تاخد مناعه. دي الوحيده. يبقى احنا نشتغل مره هوكي، ونغير المره الثانيه مبيد ثاني، اساس ان احنا ما ناخدش مناعه من المبيدات. صح كده. ونقي نفسنا من العفن الهبابي. انا بشكر حضرتك جدا باشمهندس مصطفى اسماعيل على هذا اللقاء الممتع. بشكرك، وان شاء الله ربنا يفيد الناس بما يعني نصحتهم بيه. اشكرك.